أقيم في مدرسة راهبات الوردية في منطقة مرج الحمام بعمان وبمشاركة نحو 265 طالبا وطالبة يوم روحي مفتوح تحت عنوان يلا نربح السماء. وقد استهدف هذا النشاط السنوي المميز طلبة صفوف الابتدائي من الصف الثاني إلى السادس، حيث تضمن البرنامج محطات روحية وإيمانية وفنية ورياضية تفاعل معها كافة التلاميذ بحب وشوق. ومن الجدير بالذكر أن هذا النشاط تم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع شبيبة كنيسة العذراء الناصرية للاتين بالصوفية. كل سنة بالفترة هاي بنعمل يوم نشاط مميز للطلاب بالمرحلة الأساسية هاي حتى يعيشوا يوم مميز روحي، يعني يكون في إصغاء لكلمة الله، بيكون في موضوع جاهز بالمسرح بنعرض لهم إياه طبعاً اللي بيرتبوه. نحضر النشاط هذا مع شبيبة كنيسة العذراء الناصرية السويفية. السنة المسؤولة هي مس جولي مالك من الشبيبة هنيكا، بالإضافة لأنشطة تثقيفية، تنشيط روحي، تنشيط رياضي، في فقرة فنية كمان للصفوف، فبيعيش الطالب بجو روحي جويت مدرسته طبعاً، بس بيعيش بجو روحي، بسمع كلمة، بياخذ معه شغل هالفن. السنة بدنا نشتغل مثلا صليب وعليه الآيات اللي حكاها سيدنا يسوع المسيح على صليبه. صف ثاني بده يكتب الآيات الوصايا العشر مشان يرتبوها ببعضها البعض ياخذوها معهم. صفوف ثاني وثالث عملنا لهم زي بدل ايج هانتينج عملنا لهم آيات هانتينج، وزعنا الآيات وقسمناها مشان يجمعوا هالآية ويحفظوها تكون زوادة إلهم ياخدوها معهم على البيت ويكفوا يعيشوا فترة هالصوم هاي بجو عندهم إشي روحي بحياتهم بيختلف، لأنه الأنشطة اللي بنعملها بالنهار هاي ما بنقدر نعملها دايما جويت المدرسة، لأنه اسم الله الأعداد كبيرة، عندنا حوالي 265 طالب اليوم. بنشكر الشبيبة كنيسة العذراء الناصرية بسويفية، يعني في حوالي 15 شاب وصبية معنا، فبنشكرهم على تضحيتهم في نهار الجمعة هاي، إجوا دايما يساعدونا، وهن على فكرة كل سنة بيجوا وبيقضوا هالنهار هاد معنا وبنبسطوا، علاقتهم كتير حلوة مع الطلاب والتزامهم مميز. وأيضا كمان ما بننسى إلا لازم نشكر نورسات، فبنشكركم على حضوركم وعلى تجاوبكم السريع، وربنا يقويكم في رسالتكم. وشكرا وكل سنة وانتم سالمين جميعا. طبعا التحضير بيتم ما بين شبيبة كنيسة العذراء الناصرية وبالتحضير مع مدرسة راهبات الوردية هون مشكورين. التحضيرات بتكون ضمن أجواء مليانة بالحماس، ونحن دائما بنحكي يعني إن شاء الله نقدر نوصل رسالة ربنا لهدول الأطفال وبيوتهم وعائلاتهم عن طريق أجسادنا وكلامنا والحكي اللي عم بيسمعوه هم، لأنه كلهم جايين عشان يسمعوا هذا الكلام. فيعني إن شاء الله نكون نحن عم نقدر ننشر الأمل بقلوبهم وهذا النور ويوصل كلام ربنا لإلهم.